تستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يأتي ذلك خلال الفترة من الرابع وحتى السابع من ديسمبر المقبل لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة. وتشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية.